بس صور الصورة الضوء بيفوت بالعدسة مش هيك؟ يعني أنا إذا باخذ البورتري لا أحمر إذا أنا بكون عم صوره لأحمر الضوء تبع أحمد كل الضوء يلي عليه بيفوت من هون بينرسم البورتري تبع أحمد بالفيلم بالأول حكينا عن المكان العام مزبوط؟ واختلفت الآراء إنه تنوعي في عالم منكم قال الجامع في منكم قال الحديقة Thank you.
فهو يمكن اجمل شيء وصل له الخط. لما نشوف نحن الخطوط اللي بنشوفها هيدا اكثرهم خط كلاسيكي، بروح حدا بيتعلمهم عند خطاط، هيدا الخطاط بيكون متعلمها عند خطاط، هيدا الخطاط بيكون متعلمها عند خطاط، بترجع لورا الاف السنين، لان هيدا الفن هيك تعلموه من واحد لواحد، من واحد لواحد. Thank you.
بدي بفسر لك شوي. استخدم زيتنا بدي هو عم يستخدم زيتنا بيعمل اشياء عن هذا الشخص زيت عشان عم هذا الشخص. حط الكاميرا هيك صور بعدين قلبها شوي صور بعدين قلبها شوي صور بعدين قلبها شوي صور شو بتبين كأنه الكاميرا هي عم تمشي. نجمع تفاصيل عن هيدا الشخص ورح نشوف كيف هدول نعمل من هدول التفاصيل شو ستوري بورد بعدين شو بنعمل منصورها فيه. اهلا وسهلا فيكم. نحن كتير مبسوطين انه انتم اليوم قدرتوا تجوا لهوني. عملنا هالاحتفال اليوم بالبيروت ارسل لانه حبينا لحتى اول شيء نفرجي شغلكم. ونحن كتير نتشكر المدارس مديري المدارس الرسميه لانه هي بتشتغل على شخصيه الطالب وبتسقل له مواهبه وكل حدا بيحس حاله موجود بمحل هو عن جد بيحبه. فشكر لوزارة التربية لأنها عم تدعم هذا البرنامج ونحن نتمنى الاستمرارية فيه والاستمرارية معكم لأنه عن جد نحن بحاجة لهيك نشاطات بظروف الراهنة بالبلد. شكرا كتير لكم.